خلوني اخدكم ونروح مع بعض على تقرير اظن من التقارير الحلوه جدا عاملينه زمايلي الاعزاء اللي بشكرهم جدا في برنامج التاسعه. بنرصد فيه او الكاميرا بتاعتنا بترصد ايه؟ بترصد عادات المصريين في اول يوم رمضان. بص، هو مفيش حاجه احلى من يوميات المصريين في رمضان وفي غير رمضان، بس رمضان بطبيعه الحال طعمه أكثر جمالا ويبقى في الذهن لفترة أطول. شوف التقرير ونرجع نكمل الكلام. صيام وصلاة وقراية قرآن وتهجد بتاع الليل وتراويح. العيلة بتتلم، أنا جد أساسا، وبيجي وابني ومراته وبنته وبنتي الطقوس العادية اللي احنا اتربينا عليها. يعني بعد ما من السحر بنصلي الفجر طبعا ونكمل الصوم وننزل نشتري بعض الحاجات اللي هنفطر بيها على الفطار زي قمر الدين العريسوس والفطار العادة يعني، بس هم يفكروا ان هم يعملوا دايما المحشي ده مشهور عند الناس كلها. كشعب مصري يعني بيحب رمضان، وبالنسبه له تراويح بقى ولمه العيله اول يوم والاكل مع بعض والكلام دوت. طبعا المحشي طبعا امي طبعا بتعمله دلوقتي والكلام دوت. نتجمع كعيله مع بعضينا وكله يفطر مع بعضه كاسره والاولاد وكله عادي، اهم حاجه صلاه العشاء والتراويح. بعد التراويح بقى نفك عن نفسنا ساعه ولا ساعتين كده. العيله كلها بتتجمع و بنفطر كلنا مع بعض ويعني وبنشوف بعض، يعني في ناس مش بنشوفها في بعض الاوقات فبنشوفها في اول يوم رمضان ده، ومعروف ان اول يوم رمضان ده بيبقى يوم جميل يعني. بالنسبه للمنطقه يعني بيبقى في زينه، بيبقى في اولاد يعني بيلعبوا كوره وبرضه يعني هو شهر مفترق وشهر دوت شهر عباده. أول يوم رمضان بفطر مع أولادي وببقى موجود في قلب البيت، وانزل شغل الصبح وباجي بعد الظهر ببقى موجود مع عيالي. بننزل بقى نشتري شوية المخلل ونجيب نشوف هنفطر إيه الكلام ده. بنجمع العيلة وبتاع ونفطر عند بعضينا، نجيب أبويا وإخوات والكلام ده كله ونروح نفطر عند بعضينا. رمضان كريم، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين ويا رب يجعله سنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله. رمضان كريم الشعب المصري والمصر والأمة العربية، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين ومصر في خير. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يجعله مبارك على المسلمين كلهم يا رب.